وصلنا لفقرة أحلامك أوامر اللي بتلبي طلبات حضراتكم على الهواء مباشرة من خلال اختيار عشوائي لأحد الرسائل الصوتية اللي بتتسجل عندنا على صفحة البرنامج. تعالوا نشوف الكمبيوتر النهاردة اختار مين علشان نحقق له حلمه. رسالة رقم 36 تم تسجيلها على صفحة برنامج واحد من الناس على قناة النهار. يا ريت المخرج البرنامج الأستاذ أحمد السيد يشغل لنا الرسالة لو سمحت. السلام عليكم يا أستاذ عامر، أنا عايشة في ربنا وفي حضرتك. أنا ست مريضة بتعالج من السرطان، عندي الدكانة بس نفسي أملاها بقال. أنا اعتماد أحمد السيد البرشاني. اعتماد أحمد السيد، ترى تليفونها موجود عندنا؟ طب ممكن أتصل بيها؟ هدى لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أكلم الست اعتماد أحمد السيد؟ أيوة حبيبي. أنا عمرو الليسي من برنامج واحد من الناس. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. إزاي حضرتك؟ أهلا وسهلا يا حبيبي. أهلا وسهلا. إزاي الصحة؟ إيه حبيبي، رسالة وصلتك يا حبيبي. إزاي حضرتك؟ إزيك يا باشا؟ يا رب تكوني بخير. الله يخليك. حضرتك كنت سجلت. إزيك يا حبيبي؟ إزيك يا حبيبي؟ الله يخليك. الله يبارك لك. الله يبارك لك. الله يخليك يا ستي، ربنا يديك. إيه يا حبيبي أهلي. اخبارك ايه؟ كويسه إيه؟ كل انت وانت طيبه يا حبيبي. وانت طيبه، عامله ايه؟ الحمد لله احمد ربنا. كله كويس الحمد لله. انت بعتي رساله وسجلتيها، انا لسه سامعها دلوقتي. اه يا حبيبي قلبي، كنت بعت رساله لحضرتك بيت اقول يا رب يسمعني او ربنا يبص على الرساله كده. الحمد لله هي وصلتك يا باشا. وصلتني وسمعتها يا ست اعتماد. قولي لي بقى انت مين بقى وعرفيني بنفسك بقى. اعتماد احمد البرشال. منين؟ من بلاد دكروك. يا اهلا وسهلا ببولاد دكرور واهالي بولاد دكرور. عندك كم سنه ست اعتماد؟ اهلا وسهلا بك يا حبيبي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا اخوي. عندك كم سنه؟ اقول بقى 65 حاجه. ربنا يديك الصحه. ربنا يخليك. ومعاكي اولاد قد ايه؟ معايا سبعه. ما شاء الله. بس حد قاعد منهم معايا. قاعدين فين هم؟ سايبينك قاعده لوحدك؟ كلهم الحمد لله. الحمد لله كلهم بحبيبته. ابوهم متوفى وشايفهم لي. الحمد لله احمد ربنا واشكر فرج. الحمد لله حبيبي. الحمد لله. وانت بتصرفي منين يا ست اعتماد؟ والله انا مريضة سرطان، اهو انت عامل مشروع كده اكل منه عيش. الف سلامة عليك. تتعالجي ولا لا؟ نعم. تتعالجي ولا لا؟ بتعالج كل شهر، بروح المعهد بتاع الاوراق. لا الف سلامة. سهلة كده سهلة كده وبعالج التاني. ألف سلام عليكي. دخلك الشهري كام يا ست اعتماد؟ نعم يا حبيبي. دخلك الشهري كام؟ دخل الشهري 325 اللي هم المعاش اللي هي المساعدات دي. 325 جنيه؟ اه الحمد لله الحمد لله. نحمد ربنا ونشكر فضل ربنا يقويك يا رب. وكنت عايزه ايه يا زلمة؟ الله يبارك لك. كنت اموري ايه يا امي؟ عايزه ايه؟ اموريني. هو انا كنت عايزه بس اشغل الدكانه بتاعت. حاضر اشغلها لك فورا. ربنا يبارك لك. بكره المرض يكسر المرض. بكره الصبح تكون شغاله. بكره الصبح يكسر المرض. يكسر المرض ان شاء الله. بكره الصبح هنبقى عندك وهناخد العنوان دلوقتي بعد بقى اقفل معاكي. ربنا يبارك لك. ربنا يبارك لك. يكسر المرض يا رب. ربنا يشفيكي ويرفع عنك ويعافيكي ويعفو عنك يا رب. الله يخليك. بحق هذه الايام مفترج يا رب ويديك الصحه. ربنا يبارك لك يا حبيبي. كل سنه وانت طيب. وانت بالف خير ست اعتماد. ربنا يخليكي. وان شاء الله بكره يبقى عندك البضاعه كلها ان شاء الله باذن الله. كل سنه وحضرتك طيبه يا ست اعتماد في رعايه الله. الحقيقه الواحد بيسعد جدا وبيفرح جدا لما بيقدر. الحمد لله ربنا وفقنا من خلال فقره احلامك اوامر ان احنا نحقق احلام كل الناس اللي بيتصلوا.
واعذرونا، في ناس بتبعت لي على الفيسبوك بتقول انتوا عندكم في ناس بس بتختاروهم. يا جماعه والله ما بنختار حد، الكمبيوتر بينزل بنحط الارقام كلها بيتم الاختيار بشكل عشوائي جدا ما فيهوش اي تدخل بشري. وان شاء الله يا رب كل الاسماء تكسب، وان شاء الله اللي رسالته ما جاتش الاسبوع ده ممكن الاسبوع الجاي. على فكره احنا بندخل كل الرسائل تاني على فكره اللي ما دخلتش، فيعني ان شاء الله الفرصه ما راحتش ولا حاجه ان شاء الله باذن الله. احنا مستمرين معاكم في فقره احلامك اوامر، وارجوكم حضراتكم اتكلموا على صفحتنا على الفيسبوك واحد من الناس على قناه النهار، سجلوا احلامكم امنياتكم رغباتكم، وربنا يا رب يقدرنا ونقدر ان شاء الله نلبي احلامكم دي وندخل البهجه والسرور لقلوبكم ولبيوتكم باذن الله. الاسبوع اللي فات في فقره احلامك اوامر كانت جات لنا رساله من الست نجلاء حلمي الشهيره بام عبد الله، رسالة بتطلب فيها مشروع بقالة، خصوصا ان هي مطلقة ومفيش عندها اي عائد مادي، وكمان حكت ان ابنها مريض بالصدفية. الحمد لله حققنا لها الحلم بتاعها وعملنا لها مشروع البقالة بالتعاون مع مؤسسة واحد من الناس. تعالوا نطمن عليها. الحلم بالمجان، هنا في باب البحر جينا نقابل الحاجة نجلاء علشان تختار كل البضاعة لنفسها فيها تحقق حلمها، يبقى عندها مشروعها اللي تقدر تصرف بيه على نفسها وعلى بيتها. احنا دلوقتي في انتظار الحاجة نجلاء تنقي حاجتها وتحقق حلمها. ام عبد الله. ايوه حبيبتي. ام عبد الله الحمد لله كويسه، مبروك عليك الحاجة. الله يبارك فيك. انا مش بصراحه يا سعيده يعني ومبسوطه بصراحه. احكيلي بقى، انت بعتي لبرنامج واحد من الناس ازاي؟ الفكره جات لك منين؟ لما شفت استاذ عمرو الله يبارك له بصراحه بيساعد ناس كتير، ما يعني كنتش مصدقه ان انا هبعت وبصراحه يعملوا معايا بصراحه بسرعه كده المشروع، والحمد لله يعني ردوا عليا بسرعه والله يبارك له ويصلح حاله بصراحه، ربنا يبارك له. انت اللي كنت تتفرجي على البرنامج فقلتي طب اما اجرب ابعت؟ اه بصراحه ما كنتش مصدقه بصراحه ان هم يوصلوا معايا بسرعه ويساعدوني بسرعه كده في المشروع بصراحه. بيتقال ساعات انه مش كل اللي بيحصل في البرامج بيكون حقيقي، بنسمع كده بالعاده يعني، فانت كان مصدقه صدقتي ان هيحصل اللي انت حلمتيه ويتحقق؟ من كلام بصراحه قرايبي معايا واخواتي بقى كله يقول لي ان استاذ عمرو بصراحه بيساعد ناس كتير وكده وحاولي، فبصراحه ما كنتش مصدقه ان هم يردوا عليا بسرعه وهيساعدوني بسرعه كده بصراحه. حضرتك حلمتي ان يكون عندك مشروع تقدري تصرفي بيه على نفسك وعلى بيتك يكون مصدر دخل ليكي، اخترتي ليه الحلم ده؟ اخترت الحلم دوت لان انسب حاجه ليا والابن اللي هو معايا يعني محتاج ان هو حاجه زي كده تساعده. هم ردوا عليا بسرعه والحمد لله وقفوا معايا والحمد لله يعني هيجيبوا لي الحاجه اللي انا مثلا هحتاجها للمحل عندي. احنا دلوقتي هو في باب البحر، كل اللي حوالينا دول محلات جمله. تختاري البضاعه اللي انت عايزاها وانا معاكي، وان شاء الله ننقلها لك على المحل بتاعك. شوفي تحبي تاخدي ايه؟ يعني هاخد لبن ان شاء الله. اه وكنزهات. كنز. اه كنز وعصير. في حاجات قدام. شاوري بقى على حاجتك، كل حاجه انت عايزه منها عدد قد ايه للبائع، واحنا ننزلها لك كلها وان شاء الله ننقلها لك على المحل باذن الله. الحاج عبد الله هيجي اهو. اتفضل. ازيك يا حاج عبد الله؟ حضرتك بقى تبقى مع ست ام عبد الله من عيني، تقول لها تشوف هي عايزه ايه، تكتب بقى اللي هي عايزاه ونجيبه لها على طول. خلاص كده يا ام عبد الله، خلاص كتبت حضرتك كده كل اللي هي عايزاه، حاجتك كده هتكمل ان شاء الله، تتجمع هنا وناخدها ان شاء الله عنك. الله يبارك لك. لقيتي كل اللي انت نفسك فيه يا حبيبتي؟ متشكره قوي، متشكره قوي. الحاجات دي هتتنقل
كام دلوقتي عند حضرتك في المحل؟ بشتيل. هتغير ازاي في دخلك؟ يعني انت متوقع هتغير قد ايه؟ الحمد لله، يعني الحمد لله تمشي، يعني هتمشي معانا، ومش عارفه اقول لك ايه. انا فرحانه ان طبعا حاجه زي كده هتوسع علينا وتقدر تيسر معانا باذن الله الحال ان شاء الله. حضرتك قلتي في رسالتك انك بتعملي المشروع ده لابنك عشان هو مصاب بالصدفيه، هو هيقدر ان شاء الله يقف ويبيع الحاجات دي ان شاء الله؟ ان شاء الله باذن الله. يعني الحمد لله انا بقول ان هي هتقدر يعني يعيش بيها، اللي يقدر يساعد بيها مثلا ظروفه، ويقدر مثلا يمارس بيها حياته. كان نفسه ان هو يشتغل يعني ويكافح زي اي شاب ويتعلم زي اي حد، بس للاسف يعني لظروفه ما يعني مش عارف ان هو يشتغل، مش عارف ان هو يروح مثلا يكمل تعليم. فلقيت ان دي افيد حاجه لي واصلح حاجه لي ان هو يقدر يقف فيها. بصراحه ما بيستحملش الحر، ما بيستحملش مجهود. فالحمد لله انا يعني نفسي ان انا اعمل له حاجه ان هو يقدر يعيش بيها. عبد الله ابن الست نجلاء، طيب دي الحاجة اللي والدتك بعتت لنا رسالة، هي حلمت ان يعني ان البضاعة دي تيجي عشانك؟ ايوه صح. رأيك بقى هي حلمها يوم ما تمنت حاجة تمنتها عشانك انت؟ انا مش عارف صراحة، بس ربنا يخليها لي. هي تعبت بصراحة وشيت عشاننا كتير، عشان انا واختي، بس اختي الحمد لله اتجوزت، وانا الحمد لله ربنا معايا نفتح المحل. انت وضعك الصحي بيخليك مش قادر تشتغل اي حاجه؟ انا بسرعه ما بعرقش، عندي صدفيه ما بعرقش، ف كان نفسي ان انا اقف في حلم حاجه كده اقف فيها ما اشتغلش عن حد. هترص حاجتك بقى جوه؟ بس ان شاء الله. يوم ما حلمتي حلم حلمتي له هو، حلمتي حلمه، يعني هو قال انا بتمنى ان انا يبقى عندي مشروع اقف فيه، وانت قلتي امنيته وحلمه، تقولي له ايه لابنك؟ بقول له ربنا يصلح حالك يا رب، ويكون ادم الخير عليك باذن الله، وربنا يوفقك ان شاء الله. لان هو ما بيقدرش يعني يكمل مع حد، ولا في شغل، في حته الشغل مثلا ما بيعرقش المرض بتاعه. وبحمد ربنا وبشكركم كلكم جميعا على انكم وقفتوا معايا وساعدوني، ساعدتوني في اني اعمل له اي مشروع يقدر يعيش بيه. احنا اللي بنشكرك، وان شاء الله تبقى فتحه خير عليكي، ودايما يا ام عبد الله دايما احلامك اوامر. شكرا.